مساء النور، بونسوار. كل عام وانت بخير. هيدي بالبداية وانت بألف خير. ينعاد عليك بكل شيء منيح وكل شيء عاطل، تكون يعني انختم بسنة 2019. بتعرفي صار في حالة لغط نادية بما يتعلق بموضوعك، البعض اعتبر انه الخبر قد يكون غير صحيح، وانما الخبر للأسف طلع صحيح. بداية يا ريت بتخبرينا شو صار معك وشو وضعك، لأنه في كتير ناس بحبوك وبدهم يطمنوا عليك، ونحن منهم على الأكيد. أنا بألف خير. مساء الخير إليك ولداليا. أنا بألف خير. بدي أبلش بأنه عزيكم وعزي كل المشاهدين بوفاة نجوى قاسم، اللي يعني الحقيقة كأنه 100 حادث، كأنه 100 سيارة طلعت علي، مش سيارة. صحيح. أنا اللي صار معي أنه ليه حبيت أحكي، لأنه بدي أقول أنه أنا لو مني حاطة سيت بيلت كنت أكيد ما بكون بهالدنيا. السيت بيلت هو اللي أنقذني، لأنه الإمباكت كان كتير قوي. فاتت في سيارة فور ويل درايف وأنا بسيارة صغيرة وطيرتني من جهة لجهة بالطريق، والسيت بيلت هو اللي أنقذني من الموت. بس عفوا على المقاطعة نادية، عفوا على المقاطعة، كان يعني السيارة اللي عملت الحادث معك كانت مسرعة؟ كانت طايرة، بفتكر انه كانت على التليفون، صبية كانت على التليفون يمكن ملهية او مش منتبهة، وكانت طايرة. انا كنت ماشية على مهلي. نعم، كان المفروض اتأمن يمينها على المفرق، ما أمنته، أمنت انه فكرت الطريق فاضية وضلت طايرة، وفات كل الإمباكت فات ببابي من جهتي أنا وعم سوق. نعم. نحن طبعا من الحادث اللي صار معك بده يكون نداء لكل العالم، اللي خصوصي كن هادي، بتكون عم تعمل دايما هيدا الحملة انه ما تستعمل سيولارك وتسوق. ونحن كمان من هيدا المنطلق كان بدنا مشاركتك معنا بهيدا الحلقة لضرورة توعية الناس على خطورة هيدا الموضوع. نادية، بس بدي اسألك، من بعد ما حصل الحادث هل وقفت الفتاة أو الصبية اللي كانت عم بتسوق السيارة؟ إيه أكيد وقفت، وإجوا أهلها كلهم وبقيوا معي بالمستشفى لطمنوا علي لآخر لحظة. حرام يعني، حادث صار أكيد مش قصته هي، بس أنا اللي حبيت أقوله إنه السيت بيلت كتير مهم لكل الشباب اللي عم بيسوقوا، يأمنوا طريقهم قبل ما يمشوا، مع إنه أنا كنت ماشي على مهلي وصار فيي هيك. نعم. واحد ما يسرع، ما يطير على الطريق، حتى بالطرقات الصغيرة. أنا ضمن بيروت بغير ده عملت الحادث، يعني مش على أوتوروت، وقدرت أنصاب بهالأضرار كلها. الحمد لله، الحمد لله، الله لطف. نتيجة الحادث نادية شو يعني، هل يعني شو سبب لإلك الأضرار الجسدية؟ أول شيء لأني شفت السيارة فايتة فيها والإزاز عم ينكسر ويجي على وجهي، والسيارة عم بتطير، يعني بتحسي حالك كنت كثير قريبة من الموت. هذا الشيء كثير صعب وبشع، كل ما أتذكر وبتكي بدمع برجع، وردود وعدم مشعور. يعني الحمد لله ما وصلت الكسور، بس عدم مشعور، بس الحمد لله منيحة. سلامة قلبك، مع قلبك شار. نادية بدي أرجع للحدث والخبر المفجع والحزين اللي هو له علاقة برحيل الزميلة الإعلامية نجوى قاسم. طبعا الله يرحمها أكيد. أنت طبعا كانت زميلتك، ويعرف عنكم خصوصا الزملاء بتلفزيون مستقبل قديش مدى قربكم من بعض وتواصلكم الدائم مع بعض. يا ريت بتخبرينا شوي عن نجوى، امتى اخر مره شفتيها او صار في تواصل بينكم وبين بعض؟ انا اخر مره شفتها من شهر، وتحدثت انا وياها باحوال الشغل ولبنان والوضع من شهر ونص تقريبا. واخر مره تواصلنا حقيقه وقت كسر فيه اصبع ديناميت انكب بوسط ساحه الشهداء قريب على ناهد يوسف، اللي هي كانت الريبورتر اللي عم تنقل للحدث. ونجوى صرخت على الهواء، وانا جربت اطمن على ناهد، ويعني وهي طمنتني نجوى عبر الواتساب، حكينا مع بعض لانه نجوى بكيت وصارت تصرخ خوفا على زميلتها. نجوى رائده، استاذه بشغلها. ما بتذكر، خليني اخبركم شيء حتى ما اكون عم صف حكي. وقتها نجوى بلشت عملها بالعربيه، شفتها بتلفزيون مستقبل عم تنقل جرايد الشرق الاوسط والصحف اللبنانيه على صندوق سيارتها، جرايد عمرها 6 اشهر. قلت لها نجوى شو بدك فيهم؟ قالت لي انا رايحه على العربيه، لازم يكون عندي اطلاع على كل شيء عم بيصير بالعالم العربي، بدي اخذهم اقراهم. يعني هيدي قبل قصه الانترنت وانه جوجل فيك تشوفي شو المعلومات اللي بدك اياها. هالقد هي مجتهده، هالقد هي بتشتغل السياسه باتقان، هالقد بتتابع ملفاتها، وبنفس الوقت بتساعد اللي حولها وبتعطيهم بوش وبتعلمهم.
وبتحميهم وبتسأل عن الكل ومحبة وكريمة وبوزيتيف يعني هيك فل اوف بوزيتيف فايبس بتشوفيها بكون على طول مبتسمة ومتفائلة. عن جد عن جد انه كان كثير شوكينج الخبر، كثير زعلت. اللي بسطني انه ودعت اهلها شافتهم وتعشت معهم وضحكت معهم وفاتت لتنام للاسف خلال نومة فارقت الحياة. الله يرحمها ويصبر اهلها وصبرنا كلنا، كثير بزعل كثير بزعل الخبر. على كل حال مثل ما بنقول ما بيجوز عليها غير الرحمه، هي اكيد بمكان افضل. الله يرحمها. نحن بنرجع بنجدد تعازينا لكم وبنرجع بنقول لك ناديا الحمد لله على السلامه، وان شاء الله يعني تكون هيدي خاتمه الاحزان ليس فقط لكم بل للطاقم الاعلامي كلياته. شكرا لزميله ناديا البساط اللي كانت معنا مباشره عبر الهاتف.